والسلام على يا سيدنا رجل ومولانا محمد، جد السادات وجد الأولياء والصالحين، وسلم عليه وعلى آله سلاما تاما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. من دواعي الفرح والسرور أن نأتي إلى هذا المكان المبارك ونلتقي بجناب السيد آصف علي شاه الحسيني، الذي هو من أهل بيت رسول الله الكرام. حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے یہاں آ کے بہت خوشی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی خوشی سید آصف شاہ صاحب سے ملاقات کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں. وقد وجهت الي آلاف الدعوات وهذا الرجل يشهد، ولكن قلت له السيد آصف علي شاه نمبر 1. لأننا نحبه في الله خالصا، الحب خالصا لوجه الله تعالى، وهو رجل من أهل الصدق والمحبة. سبحان الله، في كل عام الله جل في علاه يكرمنا باللقاء بالسيد آصف علي شاه، وأفرح كثيرا للقياه، وأرى فيه رائحة أهل بيت رسول الله. الحمد لله، وهذا فضل من الله، ورحم الله القائل: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لا يصلي عليكم لا صلاة له. فالإنسان الذي يحب أهل البيت يحب رسول الله، ومن أحب أهل البيت أحبه رسول الله، ومن أحبه رسول الله أحبه الله. رسول فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت کی محبت کو لازم قرار دیا ہے، اور اہل بیت کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ نماز میں اگر آپ اہل بیت پہ درود نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. وَإِنِّي لَأَسْأَلُ اللَّهَ بِوَسِيلَةِ حَبِيبِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يوفق السيد المزيد في المزيد. حضرت صاحب دعا فرما رہے ہیں آصف شاہ صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو دینی توفیقات ہے اس میں مزید اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے مزید دینی متین کا کام لے. وأسأل الله تعالى أن يحفظه لكم ولنا وللمسلمين. اور صاحب دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. وأسأل الله أن يكون هذا المكان المبارك المشرف بأهل البيت منارة للخير إلى كل من في باكستان وإلى كل من يأتي إلى باكستان. سافر مارے کہ اللہ تعالیٰ اس مکان کو مبارک فرمائے، اور اسی طرح اہل بیت کے فیض سے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ مستفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، اہل پاکستان کی خیر فرمائے. وأقدم لكم نصيحة فأقول: التزموا بالسيد كثيرا، لا في الأسبوع مرة، بل في كل يوم تعالوا إليه واستمعوا منه وانتفعوا به. سافر مارے کہ میں آپ کو جو ہے نا وصیت کر کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اہل بیت کے دامن کو پکڑے رکھیں، سادات سے استفادہ کریں، اور روزانہ کوشش کریں کہ آپ ان کے پاس آئیں اور ان سے استفادہ کریں. وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَحْفَظَ السَّيِّدْ آصف وَأَحْبَابَهُ وَزَوْجَهُ وَأَوْلَادَهُ وَكُلُّ مَنْ يَتَّصِلُ بِهِ. صاحب دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سید آصف شاہ صاحب کو سلامت رکھے، آپ کی اولاد آل اولاد سب کو سلامت رکھے، اور ان کے جتنے مریدین آپ یہاں پہ تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. وصلى الله تعالى وسلم على النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد. جزاكم الله تعالى خيرا. سيدنا سيد آصف علي شاه صاحب
عزت ماب علی طارق محمود صاحب کو تحفے کے طور پہ اعزازی تلوار پیش کر رہے ہیں، اور یہ تلوار جو ہے یہ مسلمانوں کے جذبے اور ایمان کا حصہ ہے۔ آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. رب سألناك بمقام النبي وحب فاطمة وعلي، وبسر كل نبي وولي، أن تكتب لنا خير الخير ويسر اليسر، وأن تجعل رزقك لنا رخاء ولطفك بنا سخاء. اللهم إنا نسألك يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد، أن تنفحنا بنفحة خير منك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالصلاة على نبيك من الفائزين، ولحوضه واردين شاربين، وبسنته وطاعته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه في القيامة يا رب العالمين. اللهم بجاهه عندك شفعه فينا يا الله. اللهم وفقنا والحاضرين، وشافنا وعافنا وقونا، واكفنا الأمراض والأسواء بفضلك وجودك والحاضرين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا المكان المبارك وهذه المراقد المباركة منارة للخير وللشفاء وللعافية ولخدمة المسلمين يا الله. اللهم وفق القائمين عليها، وفق السيد آصف علي شاه وأبناءه وإخوانه وأحبابه وأتباعه لخدمة هذا المكان أكثر فأكثر. اللهم بارك في أعمارهم، وبارك في أولادهم، وبارك في أزواجهم، وبارك في ذرياتهم، وبارك في أصولهم وفروعهم. اللهم واحفظ الجميع وبارك فيهم، ويا رب اعطهم سؤلهم، ويسر أمرهم، واشرح صدرهم، واغفر ذنبهم، وتقبل أعمالهم، وأصلح أحوالهم، وشاف مرضاهم، وارحم موتاهم، واختم بالصالحات أعمالهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.